مع الشوط التاسع هناك ايضا وبداية الجولة الثالثة مع الحولة محليات الاصايل والثمانية كيلومترات هي المسافة المقررة هنا لهذا السن الجميل وتحديات هذا السن وصراع هذا السن من اجل الناموس والمقدمة والمركز الاول الصدارة والمقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات ترى هناك من حاف من تأتي بناصر بن عبيد بن أزرب العامري المركز الثاني هناك العين من تأتي بيكملها على ثاني المراكز وسهيل بن سعيد بن اكتري الخيلي من يتواجد هناك مع العين ودمعة العين من تتواجد في هذه اللحظات على الصدارة والمقدمة والمركز الأول انتقل مباشرة مع ثالث المراكز العزوم هناك غانم بن علي بن حمودة الظاهري الله الله من يتواجد على ثالث المراكز الشعار الاقتصادي هنا باحثا عن الناموس والمقدمة والمركز الأول المركز الرابع وصول هناك الشاهينية والدودة بن سالم بالأسود العامري من يتواجد معه هناك الدماء الشاهيني على المركز الرابع بينما التحدي على رابع المراكز من السرية وحمد بن عوض بن زيتون المهيري أيضا حاضر قلبا وغالبا مع هذه الانطلاقة الجميلة والمميزة على المركز الرابع المركز الخامس والتسللات الجميلة والمميزة هنا من المراكز الخلفية في هذه اللحظات التحديات الجميلة هناك التحديات المميزة الزحفة من المراكز الخلفية الشاهينية راشد بن محمد بن راشد المنصوري وهناك أيضا هناك الفايزة محمد بن راشد بن ضحاك المنصوري وهناك أيضا مثيرة مبارك بن راشد بن علي الشامسي وهناك التحدي من الذهب هناك أحمد بن عبيد بن غنام المزروعي وهناك أيضا هملولة ظاهر من جمعة بن حارب المهيلي هكذا التحديات هكذا الصراع للمراكز العشرة الأوائل المتقدمة حول محليات الأصايل في عاصمة الميادين هناك من أجل الناموس والمقدمة والمركز الأول العين ما زالت على الصدارة العين ما زالت على المقدمة والمركز الأول سهيل بن سعيد بن قطرية الخيلي هنا متواجد مع هذا الاسم الكبير والمميز والغالي على قلوبنا المركز الثاني من حافة من تتواجد ناصر بن عبيد بن يزرب العامري تتقدم على المركز الثالث السرية ويتقدم شعار بن زيتون حمد بن عوض بن زيتون المهيري تقدمت أيضا هناك العزوم قانم بن علي بن حمودة الظاهري على المركز الرابع بينما هناك الشاهينية على المركز الخامس راشد بن محمد بن راشد المنصور يا سلام المركز السادس شوفوا من القادم الفايزة باحثة عن الفوز باحثة عن النصر هناك مقدم الفايزة محمد بن راشد بن ضحاك المنصوري من يتقدم مع الفايزة المركز السابع وسابع المراكز في هذه اللحظات التحديات من مثيرة مبارك بن راشد بن علي الشامسي ولكن الذهيبة ولكن شعارك ذهب يا بن غنام أحمد بن عبيد بن غنام المزروعي على المركز السابع المركز الثامن هملولة دشت معاهن واسمها هملولة ظاهر من جمعة بن حارب المهيري ولكن الله وصول من عالية سعيد بن عبد الله من آخر آل خيلي وصل شعار أبو عبد الله في هذا الصراع الجميل غادم من ميدان الخزنة ولكن هملولة صالح بن خادم بن صالح الزرعي وهالي السلطنة حاضرين ومنطلقين ومشاركين في عاصمة الميادين هكذا النداء للمراكز العشرة الأوائل المتقدمة والمتحدية هناك الصراع الجميل مع العين الصراع الجميل مع العين هناك العين هنا على الصدارة سهيل بن سعيد بن اكتري آل خيلي يا سلام ما إن شاء الله على هذا الرقص ما إن شاء الله على هذا الرقص العمالقة في موقع واحد التحديات في موقع واحد الصراع في موقع واحد ولكن الله المركز الثاني السرية وصلت شعار الاقتصادي شعار بن يزرب من الجانب الأيمن وهناك شعار
على المنصوري. الله الله الله، خماسية ولا أروع، خماسية ولا أروع. التحديات الجميلة، المركز الثاني السرية هناك أحمد بن عوض بن زيتون المهيري، تقدمت هناك الشاهدية، يتقدم شعار أبو محمد راشد بن محمد بن راشد المنصور. يا سلام، وهناك من حافة، من حاف على المركز الرابع ناصر بن عبيد بن يزرب العاملي. روح يا بن يزرب مع هذه الانطلاقة، ولكن العزوم لديها الكثير والكثير، يبقي لها مراقبة، يبقي لها مراقبة يا بن القطري. العزوم على المركز الخامس في هذه اللحظات غانم بن علي بن حمودة الظاهري. يا سلام، ما شاء الله، شعار الاقتصادي من ينطلق. بينما الفائزة هناك محمد بن راشد بالضحاك المنصوري قادم على المركز السادس، سابع المراكز، سابع المراكز، تواصل الكبار، تواصلوا، الزحف قايم. الذهيبة هناك أحمد بن عبيد الغنام المزروعي، ولكن من القادم من المنطلق طماعة 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 وطماع بن سويلم في هذا الشوت. هناك سالم بن سيف بن علي بن سويلم ينطلق مع طماعة هنا مع هذه الانطلاق الجميل والمميز. اختلط الحابل مع النابل، اختلط الحابل مع النابل حول محليات الأصايل هنا. التحديات الكبار، صراع الكبار من أجل الناموس، والثمانية كيلومترات. يا سلام يا سلام، أرى هملولة، أرى شعار الزرعي هنا يقترب شيء فشيء، يتسلل من مركز تلو مركز صالح بن خادم صالح الزرعي. وهناك شعار أبو عبد الله، ولكن الجذابة شعار بدلاوي هناك غايب، شعار بدلاوي وما يبنى له طاري، ما يبنى له طاري إلا في هذه اللحظات. سعيد بن سهيل بدلاوي الكتبي، وهناك شاهينية شعار بالمر النيادي. يا سلام يا سلام يا سلام، ما إن شاء الله، هناك كل ما ذعت بشيء أحصل له إنجاز، أحصل له صراع، أحصل له. هناك السلالات الجميلة، العروضات المميزة، خلوني مع الصدارة، أبغي المقدمة، أبغي المركز الأول هنا مع هذه التحديات الجميلة والمميزة. يا سلام يا سلام، ما إن شاء الله على هذا الرقص الجميل والرقص المميز هناك على مقدمة هذا الشوط. ما زالت العين، ما زالت العين بأكملها على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. الله الله، روح يا بن القطري. ولكن من يزرب ينطلق مع منحاف ناصر بن عبيد بن يزرب العامري، تقدمت الشاهينية ويتقدم المنصوري على ثالث المراكز، تقدم أيضا من السرية، تقدم بالزيتون هناك في هذا الصراع، هناك تقدمت الفائزة، وهناك بالضحاك المنصوري. الله الله، ما شاء الله على هذا الرقص. أيضا تتقدم العزوم في هذه اللحظات، غانم بن علي بن حمودة الظاهري هناك، شعار الاقتصادي، الشعار الذي دائما له صولات وجولات في سباقات الهجن العربية الأصيلة. الله الله، وصلت هملولة، وصل الزرعي، وصل الزرعي. وهناك شاهينية الدودة بن سالم بن الأسود العامري. يا سلام يا سلام، الكيل وين تفصلنا عن خط النهاية، الكيل وين تفصلنا عن خط النهاية. المنصة بانت، المنصة بانت، المنصة والمنحنى الأخير. روح يا بن القطري، روح روح مع الصدارة هناك، مع المقدمة، مع المركز الأول. قادمين أهل الطرايب لاحقين ولهم ذار على المراكز الأخرى، المركز الثاني وصول هنا في هذه اللحظات، انطلاق من الفائزة محمد بن راشد بن ضحاك المنصوري. وهناك أيضا هناك من حاف ناصر بن عبيد بن يزرب العامري. يا سلام، ما إن شاء الله، الرقصبان الرقصبان، وجولة الأوامر، جولة الأوامر هنا أعزائي المشاهدين المتحدين. راحت العين، راحت العين، وسلامي لأهل العين، سلامي مدينة الخضرة والجمال، العين دار الزين. هنا من تحتفل في هذا الشوط، تحتفل في هذه الانطلاقة الجميلة والمميزة، ولكن من حاف تنطلق، من حاف تنطلق هنا على ثاني المراكز في هذه اللحظات، المركز الثالث وصول من الفائزة. روح يا صاحب الفائزة، روح. هنا شعار بالضحاك على ثالث المراكز، ولكن من القادم بن زيتون حمد بن عوض بن زيتون المهيري مع السرية، السرية قادمة. وهناك طماعة شعار بالسويلم، هناك أيضا أيضا هناك الشاهينية شعار بالأسود. يا سلام يا سلام يا سلام، الأمور في خطر، الأمور في خطر مع الكل
الأخير الكيل والخطير دخلنا أجواء الكيل والخطير كيل القابات بقول هنا كيل الصراع كيل النزاع في هذا الشوط العين ما زالت العين ما زالت من حاف تتقدم انطلقت من حاف انطلقت ناصر بن عبيد بن يزرف العامري على ثاني المراكز أيضا يتواجد الجميل التحديات الثنائية ما بين الكبار العين من حاف العين من حاف يا سلام يا سلام يا سلام ما إن شاء الله هنا الأمتار الأخيرة من حاف تنطلق من حاف تنطلق هنا في هذه اللحظات يا سلام ما إن شاء الله ما إن شاء الله على هذا الرقص الجميل ولكن العين شوفوا من القادم طماعة 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 على ثالث المراكز 500 متر 500 متر روح يا هالي العين روحوا يا هالي العين السير بن سعيد من الطري أنا خيلي سلام يا لخيلي Good morning يا لخيلي أسعد الله صباحك ولكن العامري 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 وهالي العين أيضا أهالي العين هناك مع منحاف ناصر بن عبيد بن أزرف العامري على ثاني المراكز بقول سلام 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 يا العين سلام سلام يا العين هنا سلام وأسعد الله صباحكم خلاص السلامات توجهت إلى مدينة الخضرة والجمال منحاف ناصر بن عبيد بن أزرف العامري هكذا الشعار الجميل هكذا الشعار هنا المميز الذي دائما له حضور مع الأمتار الأخيرة سلام 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 عليكم يا هالي من حاف ناصر بن عبيد بن يزرب العامري المركز الثاني كان بنصيب طمع سالم بسيب بن علي بن سويلم المركز الثالث قدمت العرض الجميل عيس هيل بن سعيد بن اقتلي الأخيري المركز الرابع كان من نصيب هناك الشاهدية دودة بن سالم بن أسود العامري المركز الخامس كان من نصيب أيضا الجذابة هناك وسهيل أو سعيد بن سهيل بن تليوي على التوقيت الزمني أعزائي المشاهدين أعزائي الحضور 12 دقيقة بلا شك هناك و 59 وجزءا يتيما من الثانية من حاف ناصر بن عبيد بن أزرب العامري ثاني وناموس المركز الثاني 12 دقيقة 59 سبع أجزاء من الثواني هناك أيضا توقيت المركز الثاني كان من نصيب طمع سالم بسيف بن علي بن سويلم المركز الثالث كان من نصيب هناك شعار بقليب و13 ما في ثواني الا جزءا يتيما من الثواني هناك اعزائي المشاهدين كان من نصيب ايضا ثالث المركز العين وسيد بن سعيد الاقتري الاخير تهانينا والناموس للجميع اعزائي المشاهدين شوط اخر بتحديات اخرى وبشعارات تنطلق باحثه عن الناموس والزميل عبد الله عثمان العمدي يتواصل في هذا الشوط